مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. سعيدة بلقائكم وسعيدة بالتواصل معكم، وفين كنفتحوا ملف جديد للنقاش من مجتمعنا ومن واقعنا. تبعنا خلال الأسبوع الماضي أو الأسبوع ما قبل منه حكم اللي يمكن نعتبروه إنجاز من إنجازات اللي كتهم حقوق المرأة، حكم اللي انتصر بطبيعة الحال واعترف بضرورة المعاقبة على ما يتعرض له النساء من عنف نفسي. في المقابل أيضا شهدنا صورة لعنف بشكل مباشر عبر الانترنت وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور لكرسات العنف حقيقي دون أي ردع أو تقنين. لهذا الغرض اليوم غادي نفتحوا النقاش حول ظاهرة العنف والأحكام المدرجة، وشنو اللي يمكن يخلي الإنسان بالنفسية ديالو يصبح معنف أو يقبل التعنيف. لهذا الغرض اليوم حضرة معنا الأخصائية حنان الشاوي، أخصائية نفسانية. مرحبا بك لالا حنان. الله يطول عمرك سكينة، toujours un plaisir de d'être avec toi. ايضا نرحبوا بالاستاذه فتيحه الشاتو، وهي محاميه بهيئه الرباط وعضوة بالمكتب التنفيذي بفيدراليه رابطه حقوق النساء. مرحبا بك استاذه فتيحه، شرفتينا ونورتينا. اهلا وسهلا وشكرا على الدعوه، وشكرا على هذا البرنامج اللي هو قريب من الاسر واللي هو عنده دور ديال التحسيس من اجل التغيير ومن اجل يعني محاربه العنف جميع الاشكال ديالو. شكرا. شكرا لك أستاذة فتيحة، والبداية غتكون معاك. بطبيعة الحال صدرت محكمة فاس حكم اللي تعتبر إلى بغينا نقوله انتصار لحقوق النساء، بحيث أنه تم الحكم على شخصين بعقوبة سالبة للحرية كتقدر ما بين 5 شهور و3 شهور وبغرامة مالية كتقدر ب1000 درهم بسبب تعريضهم شابة للعنف النفسي. ولكن ربما الخدمة اللي كانت مع هاد السيدة هادي أو لا الحظ اللي كان مع هاد السيدة هادي كون أنه كانت في هذاك المكان واحد دورية ديال الشرطة اللي قدرت أنها تلقي القبض على هاد الأشخاص متلبسين يعني وتشاهد الواقع أو يمكن من بعد تتم المتابعة. ولكن تعتبر حكم من الأحكام اللي هي جريئة في هاد الاتجاه هذا، شنو هي القراءة القانونية اللي كنت تقدمي لنا بها؟ اولا بالنسبه لهذا الحكم فعلا كنعتبروه بانه حكم جريء، وانه كفعل المقتضيات ديال القانون 103/13 اللي هو مكمل ومغير لبعض فصول القانون الجنائي، ولهذا القانون اللي كنا نسعى باش يكون واحد القانون اللي كيوفر الوقايه والزجر وعدم افلات من العقاب، وانه يكون قانون خاص قانون شامل، ولكن للاسف كان قانون فيه مجرد تغيير لبعض الفصول ديال القانون الجنائي. مهما كان نمشيو مع أنه إيجابي من أجل حماية النساء، هذا الحكم فعلا كان جريئا لأنه كما قلت فعل مقتضيات ديال هذا القانون، خاصة فيما يتعلق بالمادة الأولى متعلقة بالمفاهيم ديال العنف. ولكن اللي كاين هو أن الواقع خلاف ذلك، لأن القانون الجنائي لحد الساعة من 1962 من عندما صدر لحد اليوم لا زال يضع عبء الإثبات على النساء، وهذا هو اللي كنا احنا دائما كحركة حقوقية كنطالبوا بتغيير القانون الجنائي باش ما يكونش فيه تمييز وتكون فيه مقاربة النوع. الاغتصاب مثلا في إطار الفصل 486 مواقعة رجل المرأة بدون رضاها، ذاك الرضا خص المرأة هي اللي يعني توضح وتجيب الإثبات أنه لم يكن لديها رضا، كذا جميع الأشكال ديال العنف. هذا الملف هذا كانت عنده خاصية، يعني البنت أو الضحية اللي في هذا الملف كان عندها الظهر أن الدورية ديال الشرطة دازت، يعني كاين المعاينة ديال الضابطة القضائية والشهادة ديالها والمحضر تسجلت فيه بأنهم يعني دوك المتهمين أنهم ضبطوا في حالة تلبس وفي حالة سكر، وفعلا ثلاثة الضحية عندما رأت الضابطة القضائية أخذت تصيت، وهذا مشكل واحد الإثبات اللي هو يعني باين المحكمة مشات معه. ولكن رغم ذلك كيبقى حكم جريء، وكنقدموا التحية يعني للهيئة اللي صدرت هذا الحكم هذا، لأنها اعتبرت بأن العنف النفسي تورث جريمة وعندها يعني عندها آثار أكثر من العنف الجسدي وغيره من هذا، لأن جميع يعني الأفعال الجرمية سواء كان اقتصادي أو نفسي أو جسدي أو جنسي كتكون عنده آثار نفسية، لهذا كنلقاو بأن الآثار النفسية تتكون أكبر يعني في النسبة بالنسبة للأشكال الأخرى من العنف.
فأنا ما يمكن لي نقول هو أن هذا الحكم هذا يجب أن يعمم وأن تستفيد منه يعني محاكم أخرى، ولكن رغم ذلك نسعى يعني باش تاخذ بعين الاعتبار الآثار النفسية، لأنه للأسف يعني في المغرب ما كتعطلهاش قيمة ديالها وما يعني ما كتقيمش، وخاصة أن في جميع الجرائم ديال العنف المرأة أو الضحية عندما تصل إلى القضاء لابد من شهادة طبية، وحنا كنعرفوا الشواهد الطبية باش تنتقلي مثلا خاصة النساء اللي تعاني من الهشاشة باش تاخذ شهادة طبية، يعني الولوج إلى المصحات أو إلى المستشفيات خاصة أنها تخلص على الشهادة الطبية، والإمكانيات المادية ما كتكونش، وهذه من الأسباب يعني الهشاشة هي اللي كتجعل بأن النساء يستعصي عليهم الولوج إلى القضاء. فهنا ورغم ذلك كيبقى يعني المعاقبة أو الزجر ماشي كافي، بحيث أنه لا بد من التحسيس ولا بد من تعريف من بهذه القوانين هذه. واللي بغيت نشير له هو أنه كاين حكم آخر سابق لهذا الحكم هذا، كان صدر في مدينة أو محكمة ابتدائية ديال سطات، صدر في 10 جوج 2020، ولكن هذا الحكم يتعلق بابن يعنف أو يعرض الأم دياله للسب والشتم بعبارات مشينة وكذلك بالتهديد اللفظي، وقضت المحكمة بمعاقبته ولكن كانت العقوبة موقوفة، وهذا هو للأسف اللي في إطار العنف نؤاخذ عليه يعني المحاكم ديالنا، هو أنه دائما كاين تساهل في الأحكام، خاصة ملي كتكون الرابطة العائلية أو الأسرية، ملي كتكون الزوجة والأبناء كنتساهلوا على أساس أن الزوج ما يمشيش للحبس، أنه ما يتعاقبش بالسجن، وهذا تيخلينا كنطبعوا مع العنف، وهذا ما كيخلي العنف يتفاقم في المجتمع المغربي. فهنا أنا يعني اللي تنشوف أنه ما خصش يكون تساهل، لأن العنف جريمة وهو تمييز بالنسبة للمرأة ومس بالكرامة ديالها، ويجب يعني أن يؤخذ بجدية ويكون هناك عقوبة من أجل يعني باش يكون نموذج أو لا يكون عبرة لكل من تخول له نفسه باش يعتدي على أي امرأة كيفما كان النوع. نعم، احنا غادي نرجعوا لمجموعه من التفاصيل استاذه فتيحه، ولكن اذا سمحتي لي انا غادي نتجه عند لاله حنان. لاله حنان، احنا كنستأنسوا بالعنف في المجتمع ديالنا للاسف، احيانا ملي كتشوف شي تصرف عنيف في الشارع كتقول ما نقدرش ندخل، راه يمكن مراته كاينه رابطه علاقه ما بين هاد جوج الناس، غندخل غنولي انا اللي ما مزيانش. احيانا الجار كيسمع الجاره كتاكل العصا او لا كتسمعها كتنتهك يعني الحقوق ديالها، ولكن ما كيقدرش يدخل، تيقول لك البيوت حرمه والبيوت اسرار. هاد النوع من بغينا نقولوا من الاستئناس، ما عندناش مشكل حنا الراجل يضرب المرا، كاين اللي كيقول لك واخلاص اش قال لها كاع، ياك غيسبها ياك غيعايرها اش دار كاع، اللي حنايا نوضوا نديو السيد ونحاكموه الى غير ذلك. هاد المفاهيم اللي كتكرس في اللاوعي ديال المجتمع، يعني كله كياخذها كمنطلق، ما كاينش مشكل يقدر يضرب المرا ويجي تسامح معاه، ما كاينش مشكل، عندنا النفسيه شي حاجه ثانويه، نمشي عند الاخصائي النفسي وهداك الشيء غير فشوش وهداك الشيء غير لوكس، علاش انا غادي نمشي عند اخصائي نفسي احقا حيت كناكل عصا، احقا حيت عايرني، احقا حيت سبني. هذا الجانب هذا الثقل النفسي اللي الناس كتغيب عليه فين يمكن يوصلنا؟ شكرا سكينه، كنرحب بكم ومرحبا بيا معكم. مرحبا، شكرا على الموضوع، لان موضوع الساعه في الحقيقه اللي دار الانتباه ديال كاع الفعاليات الاجتماعيه، ماشي فقط يعني الناس اللي كيشتغلوا في الحقل النفسي. غنبدا من الجزء الثاني ديال السؤال ديالك، هو فين هذا الشيء يمكن يوصلنا؟ الى عقلتوا واحد شكون، واحد 3 سنين دابا ولا ما كاملاش، بقى لها واحد عامين، السيده اللي رمات وليداتها من 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 شرجم جسد الوليدات، تنظن الى عقلتوا على هذا الواقع، وما كايناش غير هذا الواقع، هذه زعما اخر ما موقع الذاكره ديالي كان زعما هي واقع اللي ما يمكنش تنسى، لان كانت ظروفها صعبه وقاسيه جدا. Exactly. إذن منين كانت هناك واحد المحادثات واحد استجوابات مع مجموعة ديال الأخصائيين النفسيين، إذن الكل صب التيموانياج يعني الشهادات ديالهم على أن السيدة كانت كتعاني من الاكتئاب. هاد الاكتئاب منين زعم؟
الا بغيت دابا نجاوبك على هذا السؤال، راه من هذا العنف اللي كيتمارس، من هذا العنف اللفظي اذا لم يكن عنف جسدي، مع الاسف كما قالت الاستاذه وكيف ما قلتي انت يا سكينه، العنف اللفظي بحال الا حنا ما معتبرينوش كمجتمع، ما كنعتبروش. زيد على ذلك كيف قالت الاستاذه مقاربه النوع، بحال الا المراه تغرافا او ترسخ في الذهن ديال الناشئه الاجتماعيه المغربيه على ان ممارسه العنف عليها سواء لفظي ولا سواء جسدي يعني شي حاجه اللي عاديه. علاش؟ لان التنشئه الاجتماعيه هي عنوان هاد الممارسات. التنشئه الاجتماعيه كذلك التمثلات الاجتماعيه، لان ملي الوليد ولا البنيته في التنشئه الاجتماعيه الاسره كتنشا بهذا الشكل. حنا محتاجين وكيف ما قلتها لك سكينه في موضوع اخر، حنا محتاجين دائما الى فكر جديد، يعني نضخوا واحد الفكر جديد باش يعطينا، باش نحاولوا نغيروا هاد التمثلات الاجتماعيه ونحاولوا نغيروا هاد الشكل ديال التنشئه الاجتماعيه وتحت داك لي ريبريزونطاسيون. قلتي قبيله قالت الاستاذه الشواهد الطبيه، الشواهد الطبيه فعلا كيكون فيها يعني المراه كتكون عندها داك الهشاشه، وحتى بعض الرجال انا ما كنعممش مي كنشوف، لان كيجيو عندنا حالات للجمعيات اللي كنشتغل معاهم كتطور المساله الى البيع والشراء في ديك الشواهد، يعني واحد الواقع مأساوي شيئا ما، واللي كان انا ملي كنتحط ما نخبيش عليكم يعني كيضر هذا الشيء في الخاطر، ولكن كأخصائية خصني نمارس ونثبت مجموعه ديال المسائل. المؤاخذه اللي عندي على هذه الظاهره دابا اللي كنعيشوها هو كيف قالت الاستاذه، هاد الشخص ولا هاد السيده هذه اللي دلات وجات طالبات كطالب بالحق ديالها، عندها واحد لاشونس، عندها واحد الزهر، شنو هو ان دوريه الشرطه كانت مكان دير واحد لو سيناريو واحد اخر، ولو كان ما كانش هاد دوريه الشرطه شنو هاد السيده غتمشي، شنو يغتصبوها، شنو نخلي كل واحد في ليماجيناسيون ديالو. الا تكلمنا واحد شق لا سمحتي ليا لالا حنان، هو الناس اللي عرفوا التفاصيل ديال القصه غيقول لك وهي اللي داتها لراسها، حيت حنا ديما المره كنعطيوها العصا، هي اللي كديرها راسها، هي اللي تعطلات، هي اللي خرجات وكانت معروضه معاهم لشي مناسبه، هي اللي دارت راسها المشاكل، شدات مشي مع الولاد شدها، كانه هاد المراه كيخصها محكوم عليها حكم قطعي، خاصها تدخل دارها مع ربعة العشيه وتخرج مع 9 الصباح، والراجل ماشي مشكل يخرج مع 5 ومع 4 الصباح ما كاينش اللي يدوي معاه. في الوقت اللي كنلقاو في هاد النساء اللي يمكن يمرضوا وليداتهم وما عندهاش الراجل خاصها تخرج، اولا عندها الخدمه ديالها خاصها تخرج، اولا عندها ظرف معين خاصها تخرج، اولا من حقها بغات حتى هي واحد النهار تمارس واحد الحق من حقوقها اللي هي طبيعيه وخرجات من حقها. فاحنا كنشوفوا المراه الا خرجات كنزلوا عليها بوابل من السب ومن الشتم ومن النعوت ومن العنف النفسي واللفظي الغير طبيعي، وربما شي كنعيشوا حتى عبر الفيسبوك، الناس كتعاير باش تعاير، ما عارفاش علاش كتعاير وكتعاير. صح، لماذا؟ لانها امراه كيف ما قالت الاستاذه مقاربه، مازال كتشكل لنا واحد يعني واحد ظاهره يعني سوسيولوجيه نفسيه، اللي واخا طرحات مع الاسف هاد مقاربه النوع يعني درست في الجامعات، ولكن انا حبذا لو تدرس في المحافل ولا في الحقول التربويه والتعلميه والتعليميه، لان ملي غادي تكون واحد التربيه ديال النوع الراجل، احنا من صغرنا دابا تا في الالوان لو بلو سيال الوليد ولو غوز البنيته لو بلو. انا البارح والله العظيم البارح كانت عندي بنيته في لا ثيرابي الا ميم با 3 ans ولا ما عرفت الا دي باسي 3 ans، كندويها كنقول لها انا غير كنفتح دابا واحد القوسه سكينه باش نعرفوا المشكل منين كيجي، راه من الاصل من الصغر. كندويها كنطرح عليها اسئله، شكون صحاباتك، سميت لا ميتريس، شنو كديروا في لا كلاس، منين قلت لها وشكون صحابك الدراري، قالت لي لا والبنت وقفت قفزت وقالت لي لا صحاباتي ماشي صحابي، انا ما عنديش صحابي، كاينين انا كندويش معاهم، انا ما كندويش معاهم. عرفتي واحد هذه بنيته اللي مازال يلا عندها ابين 3 ans،
ها علاش كنقول لك التنشئه الاجتماعيه الناشئه للاطفال شنو كنوريوهم من الصغر؟ علاش؟ لان اللي كيلقي اللي كيعطي داك التلقي وداك التعلم هو عنده المشاكل. اذا خصنا مع الاسف تنوصلوا للاخر ونعطيو يعني مجموعه ديال المسائل، لان خصو كاينه ما نكذبش عليك خصنا دي فورماسيون حتى قبل ما يتزوج الانسان، خصنا نديرو دي فورماسيون ليغاتوار كما كتاخذ المراه والراجل ديك الشهاده الشهاده ديال الخلو من الامراض، خاص شهاده الخلو من الاعطاب النفسيه والمشاكل النفسيه صراحه. لا فورماسيون ديك لا فورماسيون بان راه درت فورماسيون ديال 6 موا ها كيفاش نتعامل مع الزوج، ها كيفاش نتعامل مع الوليدات الا جاو، وتبقى عندها وتبقى عندهم. والله ما نكذبش عليك انا تيبان لي هذا حل نفسي، لانه بعض الاحيان كاين اضطرابات اللي فعلا ملي كندخلوا العلاقه الزوجيه كتبان وكتهرس هذوك جوج الاشخاص، كنشدوا واحد الولد وواحد البنت اللي كنهرسوا حياتهم تماما، ما كنخليوش لهم فرصه فين يعاودوا يوقفوا على رجليهم، لانه كيكون هو عنده واحد الباجاج جايبو معاه، هي عندها واحد الباجاج جايباه معاها، وتلاقاو بزوج وخلقوا واحد المجموعه ديال الاضطرابات النفسيه. وهادشي كلشي راجع لعدم اعترافنا بالضعف ديالنا وعدم اعترافنا بانه كلنا 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 عندنا اضطرابات نفسيه بدرجات ومحتاجين للمتابعه الطبيه. دابا راه كاين ناس غايقول لك لا حنا بخير، ما كاينش حد فينا اللي صحيح نفسيا 100%. استاذه فتيحه، يعني من جانب الحقوقي، للاسف مجتمعنا اليوم باقي اماكن اللي كيتقال فيها المراه حشاك، يقول لي راه المراه ديال الدار حشاكم، او لا راه المراه حشاك. كاين بعض المناطق ربما ملي كتقال المراه غتقرا وغتوعى وغتخرج ايوا صافي غندسروها باش تعرف ما دير. كاين لحد الان حنا بالنسبه لنا المراه للاسف في المجتمع تختصر وتختزل في جسد، تختصر وتختزل في نشوه في رغبه، كانه هذه السيده هي فقط اداه، ما عندهاش الحق هي انها في يعني في انها تفرض وجودها وتفرض ذاتها واحيانا حتى تفرض اختياراتها. هاد الصور كلها كتعطينا صور كثيره من العنف اللي كنشوفوه واللي ربما دابا غنتقلوا ليه. يعني انا قبل ما نطرح السؤال اللي كيخص الجانب الثاني، نبغيك تقربينا اكثر من الجانب الحقوقي. دابا حنا المراه الا نتدوات على حقها كيقول لك هذه بايره ما مزوجاش وهذا اقدح نعت يمكن انه تمشي به المراه، وهذيك راه حيت مطلقه وعندها العقد داكشي علاش كتقول للعيالات وكتدسر العيالات الى غير ذلك. حقوقيه صافي راه متحرره خارجه على 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 السطر، لانه بالنسبه لنا حنا التحرر خارجه على السطر، ما لقيتش لي حكمه راه خارجه كدير في الناس. ما عندناش واحد الثقافه، ما عندناش واحد الوعي بانه كيف ما كاين الرجل في المجتمع كاين المراه في المجتمع، كيف ما هو عنده حقوق هي عندها حقوق، كيف ما هو عليه واجبات هي عليها واجبات، وكيف ما هو كيتقاسم مسؤوليات حتى هي كتقاسم مسؤوليات. ف اون فوا المراه كتكون قويه كلشي كيهرب منها، كيخافوا منها، كيقول لك هاد المراه ما صعيبه كتكون فارضه وجودها وعارفه حقوقها وواجباتها. للاسف هو ان المراه في المجتمع المغربي كتواجه واحد المجموعه ديال العراقيل ثقافية اقتصادية، كاين المورود التاريخي، كذلك عراقيل قانونية. للأسف حتى القانون كنا حنا في إطار جمعيتنا كنا درنا واحد ندوة حول موضوع ديال الاغتصاب، كان الشعار ديالها ما تسولهاش الاغتصاب جريمة. لماذا؟ لأن المرأة المغتصبة ملي كتوقف قدام القاضي أول سؤال مع اش كنتي خارجة؟ اش كنتي لابسة؟ واش انتي بكر ولا يعني بحال اللي كنقلبوا على ديك السيده كانها هي اللي استفزت وهي اللي وصلت راسها انها تغتصب. مبرر لذاك الشخص اللي داك الممارسه. نعم، وقبيله الدكتوره هضرات على التنشئه. للاسف هذا واقعنا المغربي، لان في الاول كنربيو الاطفال ديالنا والطفلات ديالنا، البنت كتمشي تغسل لما عند تعاون امها، والولد كنعطيو الفردي كيمشي يقرا، الاخت ديالو كتسخر عليه، في حين انه خاص التربيه على المساواه وعدم التمييز والتعريف بان المراه راه هي كائن بشري، ماشي ان اوبجي، ماشي شيء. فلهذا يعني خاص التنشئه، خاص التربيه، والقانون بوحده غير كافي انه يغير هذه العقليه الذكوريه اللي هي ولات مورود يعني ثقافي تاريخي، بحيث انه مسألة كما قلتي قبيلة بأن المرأة ملي كتضرب أو لا يعني كأنه شيء طبيعي. أكثر من ذلك من هضرنا على البنات ديال هذا الحكم هذا ديال فاس، لأنه كنت ما كانت الشرطة، وحتى في خلال النقاش ديال الحكم رأى أحد الأطراف قال بأنها بائعة هوى، رغم أنها ما إحنا ما كتهمناش تكون عاهرة ولا تكون كما بغات تكون، حقها في الحياة، حقها في الشارع، لأن المجتمع المغربي يعتبر الفضاء العام وكأنه مختص غير للرجال،
النساء ما عندهمش ما عندهمش الحق انهم فرضت الدواء ان كانت بائعه هواء هل يحق لها يعني انه ولو تكون عاهره هذا لا يسمح اننا نمارسوا عليها العنف. اكثر من ذلك حد دابا كتكون شي تيقول لك وراه وهي لابسه مزير وانت اجدك جالس في القهوه الوقت اللي كنبداو للاسف انه كيجرونا كيبداو يهضروا على الدين يستغلوا الدين لضرب النساء في حين نتا اللي جالس في الشارع وجالس في القهوه العصر كيطلب الدن الا غندخلوا في هذا في هذه المسائل يعني في هذه الحقوق ديال الفرديه ديال الانسان فانت بعدا كاينه اش كدير في القهوه في الربعه الا غنبداو نعاقبوا نعاقبوا حتى داك ما مشاش يصلي الا غنشوف اطار العقليه الدينيه نبداو نستغلوا الدين حتى انت اش كنتي كدير في العصر جالس مقابل البنات دايزين قدام القهوه فاذا خاص هذه العقليه تتغير وخاص يكون تحديث بهاد العقوبات اللي جا بها جات يعني في اطار القانون الجنائي في اطار 103-13 وكذلك القانون بوحده كما قلت غير كافي لانه خاص الدور ديال الاعلام وانا كنشكركم لاختيار مثل هاد البرامج لانها عندها واحد الدور كبير في التغيير وفي التحديث ديال المجتمع كذلك بالنسبه للقسم بالنسبه للمدرسه بالنسبه للجامعه يعني جميع المراحل ديال الدراسه خاص تكون فيها ثقافه مبنيه على المساواه وعدم التمييز كذلك بالنسبه لوزاره الصحه ملي كتمشي مثلا المراه انها دوز حنا باقي كنعيشوا على الشهاده الطبيه ديال لا فيرجينيتي يعني كاينه مسائل كثيره اللي كتخلينا كنطبعوا مع العنف في حين ان العنف ظاهره عالميه وهي تعتبر جريمه وانتهاك لحقوق الانسان يعني يجب مناهضتها ومحاربتها ورحنا شفنا في اطار يعني الاحصائيه سواء ديال وزاره التضامن ولا ديال المندوبيه الساميه للتخطيط ان العدد ديال يعني ديال ضحايا العنف مرتفع جدا بانه بحيث انه في المندوبيه الساميه راه وصل 62.3 وكذلك بالنسبه لوزاره التضامن والاسره الاحصائيات الاخيره ديال 2019 وصلت الى 54% رغم يعني وجود هذا القانون اللي كينص على العقوبات اللي جاب يعني افعال جديده بحال التحرش بحال المس بالمراه لكونها مراه زعما سواء في السب او القذف رغم ذلك حتى الدوريه ديال النيابه العامه اللي جات في اطار السياسه الجنائيه وعطتنا يعني الاحصائيات ديال النسب ديال العنف بانه في تزايد والاخطر من ذلك وانه حتى في الدوريه وفتزت الاحصائيات سواء ديال المندوبيه الساميه او ديال وزاره التضامن العنف تطور ولا القتل ولينا كنسمعوا نساء تقتل ورغم ذلك لا نتكلم عن التمييز وعلى انه تمييز ضد النساء وانما يعتبر جريمه يعني ديال القتل وبس في حين ان هذه المساله خطيره ويجب الانتباه اليها كانت القضيه ديال حنان ديال الرباط اللي كانت قتلات في العاصمه يعني قريبه للبرلمان كذلك الفتاه ديال الافران او السيده ديال الافران اللي ذبحات وجا الراس ديالها جات بنتها هزاه يعني كاينه حالات كاينه كذلك السيده اللي ذبحات ولادها في الدار البيضاء ثلاثه ديال الاطفال هذه كما قالت الدكتوره هذه كانت كلها اثار نفسيه لان المراه كتبقى تجمع وهذا التسامح اللي عندنا في الاسر المغربيه مع العنف لا وصبري على وليداتك ورجعي رغم انه تتكون عايشه ظروف خايبه والغالبيه بالنسبه للرجال اللي كيكونوا كيتناولوا المخدرات كيمارسوا واحد الشكل العنف بالنسبه للنساء ديالهم ورغم ذلك كتدخل يعني الوساطه وهذه الوساطه تكون على حساب النفسيه ديال الامهات اللي كتقدر تؤدي الى القتل الى الانتحار الى المرض يعني اللي كيبقى الدكتوره غتكلم على هذا الموضوع اكثر مني يعني كتبقى المراه تعاني حياتها كامله حتى كتنتحر او كتموت غير بسكته قلبيه وهذا والاكثر يعني اللي خايب بزاف هو ان العنف يولد العنف وهاد الاطفال اللي كينشؤوا في هاد الاسر المعنفه حتى هما في المستقبل كيكونوا معنفين للازواج الزوجه ديالهم الا كان الراجل كيعنف الزوجه ديالو وعاود الا كانت المراه معنفه حتى هي كتبدا تعنف ولادها وهكذا يستمر وكنعرفوا بان العنف مكلف للدوله وكيهرس الاقتصاد وحنا في اطار يعني البرنامج او التنموي الذي نسعى اليه الا بقى العنف بهذا الشكل هذا لن نحقق اي تنميه لان كما قلت لان العنف مكلف وخص يعني الاقتلاع وخاصه في هذه الفتره ديال الكوفيد تبانت يعني الضرر اكثر خاصه من تسدات المحاكم وما بقاش الحريه ديال التنقل كانوا نساء يعني تتبعنا حالات النساء اللي طردوا من الزوجيه وما كانش يمكن لهم ينتقلوا يعني المنطقه اللي جايه منها بحال ما تلقايها في الرباط
والعائله ديالها فتازه وما يمكن لهاش انها تمشي لان ما عندهاش ورقه تنقل. وهنا كذلك كاين التمييز لان ورقه التنقل كانت كتعطى لرب الاسره، في حين ان المراه واخا كتكون معيله يعني الاسره ديالها والاطفال ديالها لا تعتبر يعني ربه اسره، لان دائما نعتبر الرجل هو رب الاسره واخا يكون جالس، واخا تكون هي اللي خدامه تتعتبر هي. هذه هي هذه المسائل كلها تغير. كذلك بالنسبه للرميد تعطى لرب الاسره باعتباره رب الاسره رغم انه ما تيدير والو، وتحرمت المراه والولاد وكياخذ ديك داك الحصيصه اللي عطاه وكيمشي يخسرها في مخدرات ولا يخسرها في شي حاجه وتيخلي وليداتو. هادشي كله انا داكشي باش جميع القطاعات اعاده النظر، تكون واحد الاستراتيجيه اللي هي مبنيه على ثقافه المساواه الا فعلا بغينا نوصلوا للحلول وما تكونش عندنا اثار نفسيه اللي كتؤدي الى الموت. نعم لا سمحتي لي يا استاذه فتيحه، انا غادي نتجه عند لالا حنان. لالا حنان، ربما احنا تكلمنا في الشق الاول على هذا الحكم هذا اللي اعتبرناه بشكل او باخر هو انتصار لحقوق المراه، ربما الحظ كان لعب فيه دور كبير مع هذه السيده باش يمكن انها كيف ما قلنا تعتق في الوقت المناسب وتقدر تقوم يعني بالاجراءات رغم انها تخلفت عن الحضور في المحكمه لان ما تبعتهمش، ولكن بقى الحق ديال النيابه العامه في المتابعه. غنمشي لواحد الشق اخر، ربما هذا كان افتتاح الحديث بواحد الشكل هو ايجابي، لكن للاسف في نفس الاسبوع شاهدنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لايف مباشر نعتبره الاحد الشهيرات بروتيني اليومي اللي قام الزوج ديالها بتعنيفها بشكل مباشر بالضرب وبالسب وبالشتم بشكل مباشر، ويتحدى السلطات ويتحدى الجميع. غادي نرجع في الشق القانوني بطبيعه الحال اللي غادي نتكلموا عليه، ولكن حديثي الان على الشق النفسي. رجل جالس حدا مراته كيتحاور بطريقه معينه، يستفز من طرف ناس متابعين بشكل معين، فيقوم بممارسه عنف جسدي ولفظي على الزوجه ديالو، ومن بعد غادي يصالحوهم الى غير ذلك، وغادي تصرح هي بان وما يضربك غير اللي كيحبك، او لا بالمبدا ديال انه هذا حب ليها او عنوان الحب ليها هو انه كيعنفها، كانه كتخصها الدوزاج ديال العصاب باش يمكن تحس براسها مرتاحه. شنو هي القراءه النفسيه بحال هذه الحالات هكذا؟ هذه الحاله هذه يا سكينه فكرتيني بعد الحالات كنا كنتلقاوهم في الجمعيه اللي كنشتغل معاهم، ومنين كنطرح السؤال ملي كيوافق الزوج انه اخيرا بعد بون ماشي كلشي لان الاغلبيه ما تيبغيوش ملي كيسمعوا اخصائيه نفسيه، كي قلتي دائما كاين واحد الابتعاد واحد النفور من الاخصائيه النفسيه على انها كتصر عليهم ديك المراه ولا ديك المراه راه كتفشش ولا عطاوها غدصر ولا. اذا ملي كتاح الفرصه وكيكون عندي الحظ باش نستقبل بعض الازواج سواء كيكونوا كيتعطاو المخدرات ولا الكحول ولا عندهم اضطرابات نفسيه بحال لونكسيتي ولا مجموعه ديال ولا دي سكيزوفرين كاع مع الاسف كنلقاو زعما اضطرابات تري لورد يعني كيقول لك كيخسر عليها يدي كتسبقني. انا ما عرفتش، انا ما كنبغيش نضرب ولا ما كنبغيش نقول داك الكلام، ولكن يدي كتسبقني داك شيء خارج على ارادتي، ومع الاسف ماشي دائما كيكون التتبع وماشي دائما كيكون الامتثال ديال الزوج قليل. يعني بعض الحالات اللي نجحنا باننا مع الوساطة ومع الأخصائيين النفسيين أننا نرمموا ما تبقى من ذاك الأسرة، وأن الزوج يفهم ويستوعب يعني الحالة النفسية ديالو، يفهم بأنه عنده اضطراب. إذا ديجا الاعتراف بالاضطراب كيكون صعيب سكينة، وهذا هو هذه المعضله، وهذا هو لو ديفي اللي حنا كنبغيو باغيين اليوم نوصلوه من خلال هذا البرنامج ومن خلال مجموعه البرامج كنديروها، هو ان التصالح ديال المواطن المغربي مع ما هو نفسي، ما هو ممارسه نفسيه، ما الفهم النفسي، الكينونه ديالو، الهويه ديالو، الشخصيه ديالو، بان اليوم ملي كنتاجئ عند الاخصائي النفسي ولا ملي كنطلب الاستشاره النفسيه راه ماشي ضعف، راه ماشي عدم الرجوله. كيقول لك انا ماشي راجل،
هكا هذا الشيء كنسمعوه. اذا هنا كيوقع، هنا كنبغي نبين بان كيف ما شرط في البدايه لا سوسياليزاسيون مع الاسف، هذيك التنشئه الاجتماعيه راها كتبنا اسوار، كتبنا واحد كتبنا واحد لا ريزيستونس، واحد المقاومه ديال ما هو عادي، ما هو طبيعي. لان ملي كيوصل الانسان الطفل، ملي كتعطيه واحد التنشئه الاجتماعيه وكتعطيه واحد التربيه وكتعطيه واحد كيتشحن بمجموعه ديال الافكار اللي هي غالطه مع الاسف، وكيزيد على ذلك يعني واحد الممارسات واحد السلوكات اللي هو عاشها، ومنين ولا في السن ديال البلوغ ولات كتمتثل ليه بانها طبيعيه. المعضله الكبرى هي ملي كيكون الجهل، هي ملي كيكون الانسان دار واحد المسار اللي كله عمر غير بالجهل، يعني ما عندوش تجارب، يعني في المدرسه في الكوليج عرف شي حاجه، سافر، يعني عاش هو اضطرابات نفسيه وعاش بعيد على ما هو اجتماعي، ما هو يعني عرف واحد العزله، عرف واحد المسار ديال الحياه الاجتماعيه فيها الهشاشه، فيها ظلم، فيها، فهمتيني؟ دونك هنا كتكون صعوبه باش كنوصلوا حنا واحد المفهوم ديالنا، واحد غير باش يتواضع الراجل وباش يسمعك، يعني واحد راه واحد الصرح بحال الا كتحاربي مع واحد وفعلا لانه فكر تبنى، وفي ماشي غير فكر ولكن نفسيا واحد النوع ديال النفسيه خدات واحد المجموعه ديال المكبوتات، يعني واحد لي غوفولمون، لي غوفولمون كي قالت الاستاذه ولكي قلتي قبيله، واحد العنف تمارس واحد التاريخ نفسي، يمكن في الطفوله، يمكن غيتشاف، يمكن غيتسمع، هذاك تم الاحتفاظ به في اللاوعي. اذا ملي كيوصل الانسان واحد المرحله كيبدا يبان ليه بان هذاك راه طبيعي، هاد العنف طبيعي، هاد الحرمان، هاد لا فرستراسيون اللي عاشها وتجاوزها وتزوج وولد ودار ولاد وخدم وكيمارس الحياه ديالو عاديه، اذا تم الـ 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 الاغفال على مجموعه ديال المكبوتات التي ظلت يعني كونات واحد لا سوفرانس، واحد الالام، ولكن هو كيعيش بواحد الهويه اجتماعيه. هادشي اللي بغيت نوصل، هو ما هموش الهويه الشخصيه ديالو، ما هموش الشخصيه ديالو، الكينونه ديالو، النفسيه ديالو، ما هموش داكشي، لانه عاش بواحد الهويه اجتماعيه مزيفه. داكشي باش كيدخل الراجل في دارو راه ماشي هو الراجل اللي كيكون برا، خصو دائما يبين داك العنفوان ويبين داك الشخصيه القويه، وبانه تيغوت، وبانه راجل في دارو، بانه ضرب مراته، بانه حيت هو اللي تيعيل، حيت هو الرجل. مع الاسف اليوم انا ما تبنوش الرجل، ولو انه عنده الحق، عنده المسؤوليه، ولكن ما عندوش المسؤوليه كليا كي قالت الاستاذه. هذه المره اللي كتقبل هذا الوضع تلام والمسؤوليه للمجتمع بيان سور، والمسؤولية الناس اللي كيحطوا القوانين، والمسؤولية الناس اللي كيحطوا برامج تعلمية، والمسؤولية للسلطات، كلنا مسؤولين. سكينة، أي واحد في المجتمع مسؤول. علاش؟ لأن اليوم كندوي بعدا واحد الحاجة كنت باغي نقولها القبيلة ونسيت، هو أن فين ما كيتار الموضوع ديال العنف كنشوف أنا دائما واحد الغريماس حتى على وجوه العيالات، ماشي غير على الرجال، تنحس بانه بحال الا توصلني داك الميساج بان هاد لو ديسكور الا ايتي سوفيزامون كونسومي، صافي زعما فضحت فونا ديما العنف ديما. مع الاسف ديما كنشوف هاد الرد وهاد لي غريماس بعض الوجوه ديال السيدات نيت، والوجوه يعني ديال الباغي اللي كيدوز منا بالمعقول، اللي كتاكل العصا بالمعقول واللي كتكرفس بالمعقول، هي اللي كتحس بالواقع ديال المعاناه، وهي اللي كتفهم ما شنو 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 كيوقع. ملي تنتكلموا على العنف راه ما تنتكلموش على المراه، راه تنتكلموا على الاسره، وملي تنتكلموا على الاسره راه تنتكلموا على المجتمع، على مستقبل المجتمع. الاسره، لان الطفل ملي تيشوف الاطفال ملي تيشوفوا العنف كي قالت الاستاذه شفتوا مع هذا الحجر الصحي وعشناه وجاو عندنا، يعني شفنا اللي ما عمرنا ما شفناه، واحد المجموعه ديال الاشكال ديال العنف جديده، يعني شي حاجه ما كيتقبلهاش العقل. اذا هنا كنبغي نوصل بان راه ملي كنبني، راه بحال الا كنبني ايموبل بالياجور وبالسيمون وبالمسائل ديال البني تكون سوليد، راه بحال هكاك الاسره.
كيفاش بغيت انا نحصل على طفل ولا اولاد ولا اطفال تكون عندهم ثقه في النفس ويكون عندهم وتكون عندهم داك الشخصيه المستقله وتكون عندهم داك الفكر المتحرر ويكون تصالح مع الذات؟ هذه مهمه. شنو هو التصالح مع الذات؟ هو انني تنعرف ندير داك لابار دي شوز، تنعرف اللي ليا وما عليا، تنعرف الاخر، تنعرف مسؤوليتي وحريتي فوقاش تتسالي وحريه الاخر فين تتسالي. هادشي كله تيتخاد في الاسره مع الاسف، مع العنف، ما هادشي كله ما تيكونش. وعلى راس هادشي كله والمعاناه اللي كنلقاو حنا مع المرضى ديالنا هي الثقه في النفس وليفوبي سوسيال. ملي كيعيش الانسان في واحد الاسره فيها العنف ولو لفظي ولو غير لي ميميك، شتي ولو غير الشوفه، شتي الاب اللي تيدخل وما تيهتمش ما تيديرش واحد الاهتمام، لان راه النفسيه راه واحد الحاجه فراجيل، راه تطلع وتتهبط دي مود، راه ما يمكنلكش تضبطها، مازال العقل كتضبط، اما النفسيه ديال الانسان ما يمكنناش نضبطوها. خاصنا دائما نكونوا في حوار، دائما نكونوا في معالجه، دائما نكونوا في لوبسيرفاسيون. دونك اللي كنسطر عليه اليوم بزاف 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 ان العنف النفسي تيضرب لنا الثقه في النفس، تيدمرها. ومني تندمر لشي واحد الثقه في النفس رانا بحال الا تنكون غير هيكل، رانا بحال الا تنكون غير واحد الصوره. اما الداخل راه ما كاين والو، ما كاينش قوه، ما كاينش شخصيه، ما كاينش بروجي دو في. كنجي كنوصل الانسان عنده 18 عام، داكشي علاش بزاف ديال صحاب الباك تيوصلوا 18 عام يلزيشو، تيفشلو، تيخافو، لأن داكشي من الصغر. بزاف ديال العيالات تيتزوجو تيكون فشل، علاش؟ فين هي الثقة في النفس؟ هاداك الاستيم دو سوا، هاديك الاعتبار ديال النفسية ديالي أنا، كيفاش أنا شفت مي تتاكل العصا ولا تتسمع الهضرة ولا عشنا مع بنا ولا ماشي بالضبط الأب، ماشي بالضرورة الأب. أنا دائما ما تنبغيش نلوم الأب، لأن كاين آباء الحمد لله كاينين آباء، باش ما نكونوش ألارميست، ونعم الآباء، يعني مثال للأبوة الحقة، مثال الحنان، العطف، الرعاية، المسؤولية. ولا وكاينين امهات اللي حتى هما ما تيديوش الادوار ديالهم. هنا اليوم تنبغي نقول حتى هما معنفات الازواج ديالهم، يعني مبدا العنف راه يقدر يكون من رجل المراه للرجل عفوا. عرفتيني انا دائما في لي ديسكور ديالي كنبغي نكون داك لا نوتراليتي بيان فيونت، باش ماشي نقول لا المراه، لا حتى المراه عندها مسؤوليتها. ماشي معنى انك انت ما قريتيش ولا ما وصلتيش ولا عشتي واحد الماضي. كاينين اخصائيين نفسيين، كاينين. علاش كنخلي نفسي انا في هاد لا ديبرسيون؟ كنقيلوا نديروا دي لايف، كنقيلوا في الحجر الصحي. عرفتي شحال درنا ديال لي لايف؟ دخلنا عند الناس في بيوتهم اكابر فيسبوك في انستغرام، تنوريو شنو هو لا ديبرسيون، ها كيفاش كتجي، ها منين كتبدا، ها لانكسيتي، ها شنو سببها، ها كيفاش الانسان تيوصل لواحد الاضطراب نفسي اللي ما كيبقاش قادر يتحكم هو في نفسه، لان كتولي العلاقه ما بين الدماغ وما بين النفسيه. هادشي اللي ما تيبغيوش يفهموا الناس، ملي كتولي القضيه سيريبرال، ملي كتولي القضيه سا ديباس لا بيرسون، كيولي بحال دابا ملي تيقول لك الانسان يدي تتسبقني ولا فميت داكشي تيخرج، الوغ كاين ان بروبليم، خاصك تمشي تشوف اخصائي نفسي. كاينين ادويه، كاينين سلوكيات، كاينين دي ثيرابي، دي ثيرابي كونيتيفو كومبورتمونتال اللي ما تيبغيش ياخذ الدواء، كنديروا بسيكو ايدوكاسيون، كنربيو وكنعاودو نعلمو الانسان كيفاش يدير بحوار وبواحد التقنيات وبواحد. والحمد لله نجحنا مع مجموعه ديال الناس اللي كيقول لك الحمد لله العلم كينور. وحنا اكيد من هذه الصوره هذه انا غنعاود نرجع لنفس الموضوع مع استاذه فاتحه. يعني كانت واحد الجراه، لان انا نعاود نشكل لك الصوره ديال النموذج اللي هو نموذج موضوع العنف. ماشي اول مره غندويو فيه في البرنامج، اولا اول مره غندويو فيه في المغرب، وموضوع كيف ما قالت لاله حنان متداول، لدرجه انه بعض الناس كيقولوا صافي فيما انتم كدوي لنا العنف وتقول لنا العنف الا غير ذلك. والبرنامج يمكن العمر ديالو من بدايه الكونفينمون الى يومنا هذا، غنكونوا تكلمنا على هذا الموضوع واحد ثلاثه ولا اربعه ديال المرات في مناسبات مختلفه، ولكن اليوم مناسبه شرط، لانه كان واحد الحكم اللي يجري، وايضا كان واحد التصرف اللي غنعتبروه اكثر ماشي جرأة صراحة، ولكن وقاحة في حق كل متتبع وعنف في حق كل متتبع. فنرجع للصورة،
السيد جالس مع المرأة ديالو تم استفزازه بطريقة أو بأخرى كاينة سابقة من قبل اللي هي قانونية، بحيث أنه هاد السيدة من بعد ما بدأت كدير الفيديوهات ديال الروتين اليومي، وهذا نقاش آخر اللي ربما خاص تكون عنده بطبيعة الحال تدخل قانوني، موضوع في فرصة جاية. من بعد قام بتعنيفها وقام يعني بطعنها بسكين في المؤخرة ديالها، وتقدمات بطبيعة الحال أمام الجهات المعنية باش تتابعوا، نازلت ليه، رجع هو تيدير مع هاد النوع الفيديوهات او لهاد النوع ديال يعني اللايفات الى غير ذلك. الشيء اللي خلى بزاف ديال الناس المتتبعين انهم يستفزوا هاد السيد هذا بكلامين او باخر، فهاد اللايف هذا زاد هذاك الاستفزاز، فهو اوتوماتيكمون من بعد واحد اللحظه بدا كيضرب فيها، ضربها باش لوجهها لنيفها، يعني تخلاها وجهها ونيفها ولا غير ذلك، بدا كيضرب فيها وهي داك اللايف خدام، وهي كتقول لهم عطوني جلابتي غنمشي للجندارم، تيقول لها وفوتي الجندارم لديك الجهه ما عندوش مشكله، شيطره كاع ديني الى غير ذلك. ومن بعد السيد غادي يهرب، ونظرا لانه للاسف مع احترامي لجميع المنابر كاينه بعض المنابر الله يهديها اللي كتزيد تكرس هاد الصور المجتمع، وكتزيد تسوق هذا الشيء للاسف، لانه كيكون الهدف هو البوز، ما كيكونش الهدف هو التوعيه ديال المجتمع. فبالتالي كانوا فيديوهات مع هذه السيده اللي تخدات منها قصه وروايه ونقاش الى غير ذلك. على اي حال، انا اليوم ما جيتش باش نكرس الصوره، لانه لي صوره لها ما لها وعليها ما عليها، ولكن هذا التطاول في حق امراه كيف ما بغى يكون الحال ديالها، والتطاول في حق السلطه، وتطاول في حق عدد ديال المتتبعين، وتكريس مشاهد العنف وتشجيع العنف وتشجيع على تحدي السلطه، اشنو هو الاطار القانوني اللي يمكن يوصل ليه؟ للاسف يعني هذه المساله او هذه الحاله هذه او هذه الظاهره هذه دخلت خصوصيه اللي كتمس يعني الخصوصيات ديال المجتمع ديال الاسر في المجتمع المغربي. هذه الظاهره او هذه الحاله او هذه الواقعه اللي هاد السيد ضرب مراته اون بلان لايف زعما وامام الملأ، وهذا يعتبر عنف الكتروني، خاصه انه كاين دابا الجريمه ديال الالكترونيه، يعني واللي هنا اساسي هو كذلك تحريض من طرف الاخرين، لانهم تيقولوا له انت ماشي راجل، وهذا هو الاشكال اللي عندنا في المغرب، هو اننا خصنا نخدموا على استهداف الرجال والفتيان، يعني حتى الاولاد او الشباب من خلال ابراز النظره الايجابيه ديال مفهوم الرجوله. الرجوله ماشي هي انك تضرب مرتك، هذا الفكر هذا كاين عندنا في المجتمع المغربي. اذا خاص يعني نستهدفوا هذه الفئات هذه من اجل الرجوله الايجابيه، هذه ضروره. حتى بالنسبه اللي كان الكوفيد، حنا في اطار الفيدراليه كنا درنا واحد البرنامج او كنا ندعو الى الذكوريه الايجابيه، ان الازواج ينوضوا يعاونوا عيالاتهم، ماشي عيب انه يعاونها في الكوزينه، ماشي عيب انه يبدل وليداته معها، لان الحياه التعاون والاسره هي مسؤوليه الرجل والمراه. للاسف هاد اللايف هذا خص النيابات العامه، انا كنشوف بانه سيف ذو حدين، ماشي غير في اطار انه في عنف ضد المراه، في عنف ضد الاطفال، لان هذه المواقع الاجتماعيه دابا اللي تدخل عندنا البيوت ديالنا كتدخل الاطفال ديالنا، ما كاينش شي بيت اللي ما كتلقايش فيه طفل او راجل او امراه او بنت شاب او شابه ما قرتش التليفون. تصور ان ولدك يجي تيشوف بحال هاد المناظر او بحال هاد الحالات هذه، خاص يكون التقنين، وهاد المواقع لابد من تدخل تشريعي، باش ماشي من هبه ودبه يجي بدا يدير ان لايف وبدا يدير راسو صحفي ويدير، لان هذا راه فيه خطوره على المجتمع، وهذا الشيء يعني ما كانش عندنا في مجتمعنا خصو يتعالج، لان العولمه راه عندها سلبيات اكثر من الايجابيات اللي خصها الاحتياطات ديالها. غنعطيكم واحد ليكزومبل، كنت مشيت لاشين ومشينا منين كنا هبطنا، كنا بغينا نشريو لي كارت ديال التليفون على اساس اننا نتواصلوا مع العائله، ما كاينش عندهم لا كارت تليفون ما كتباعش، لان الا بغيتي دير التليفون او لا بغيتي دير بحال اللي غدير الفيزا، بحال اللي غدير الباسبور، يعني المعلومات ديالك فعلا ان عندهم الحكم ديالهم ماشي بحال الدول الاخرى، ولكن ما كتلقاش عندهم تحرش، مع انهم يعني مليار ديال البشر، وكاين تنظيم وكاين احترام ديال المراه، ما كتلقاش هذا العنف اللي عندنا حنايا. فاذا خص التقنين ديال هذه المواقع، خص النيابات العامه تتحرك
منين يكون واحد الموقع اللي بحال هذا اللي انا ما كنتش كنتبع لي لايف ديال السيده، ملي كتكون شي حاجه اللي ماشي هذيك خص يكون التوقف ديالها. والاكثر من ذلك ان هذا الزوج هذا كان من الواجب ان يعاقب واخا يكون تنازل ديال الزوجه، لان للاسف حتى في هذا القانون 103/13 منين جا ولات المتابعه ما كتحرك حتى كيكون الاذن ديال الضحيه. وهنا ملي كيكون الاذن الضحيه وتقدمي الشكايه، وخاصه الا كانت قاصر ما تتقدم شكايه كيكون الاذن، وهذا الاذن القاصر شكون اللي غيعطيها؟ يعطيه الولي ديالها مثلا. غير في العنف القانوني في تزويج القاصرات وحده بغا باه يزوجها وكتقول لي خصها دير خص الاذن ديال الكتابي ديال الضحيه باش تقدم، اش من اذن كنعطيو حاجه بيد وكنحيدوها بيد؟ راه ما يمكنش القاصره غيعطي الاذن ديالها با. النيابات العامه ما كتحرك الا بهاد الشكايات، والا كان تنازل تسقط المتابعه. فهنا ما خاص كيلحق العام خصو يتابع وخصو يواجه، خاص التشريع ما يبقاش هاد المساله ديال التنازل، ما يكونش تساهل مع هاد الاشكال ديال العنف، لان العنف كيبقى جريمه وكيبقى انتهاك لحقوق الانسان. وخاصه ان المغرب لا في الدستور ديال 2011 وصادق على واحد المجموعه من اتفاقيات دوليه وصادق على اتفاقيه الصداو القضاء على التمييز، فما يمكن شيء حنا ملتزمين دوليا بواحد الاتفاقيه الدوليه وما نحترموهاش. المشرع يدخل في اطار التقنين ديال هذه المواقع هذه، وكذلك كان يجب متابعه ولو يكون الصلح، لانه لا يعقل انك تجيب مراتك وتكون على جالسه هكذا وتطلع معها بضره وكتعطي اكزومبل وتقول. ويجب كذلك معاقبه المحرضين، لان المحرض راه بمثابه المشارك في الفقره الاولى من 129 ديال المشاركه، لان ملي كتصور ان هذا الزوج هذا كون قتل ديك السيده كون قتل، اذا هذاك المحرض اللي كيقول له انت ماشي اللي معيط له في الهاتف كيقول له انت ماشي راجل، ومع المفهوم ديال الرجوله بالمقلوب. دونك هذه كلها اسباب اللي يجب اعاده النظر فيها، وكذلك يجب التحسيس سواء كما قلت في الاول للشباب الفتيان للرجال، وانهم يندمجوا في اطار محاربه يعني العنف، وكذلك لما لا حتى في الاماكن الخاصه ديال البيع مثلا ديال الالبسه، وهذا تكون هاد الاعلانات وهاد الطريقه ديال التحسيس الى فعلا كنا بغينا نساهموا في تغيير هاد العقليه الذكوريه اللي ماشي يعني ماشي هادفه وانما هي سلبيه وتتأدي بالمجتمع انه كيبقى دائما اللور وانه كيخسر ملايين. يعني هاد العنف مكلف للدوله في الوقت اللي حنا محتاجين لهاد التكلفه اننا نصنعوا بها حوايج اخرين ونقدموا بها بلادنا الى الامام. اذا استاذه فتحة، الا ملي كنتكلموا على القانون بطبيعه الحال حنا كنتكلموا في ما هو يعني قانون وما هو حق، يعني حتى المعنى والمفهوم ديال القانون كينقسم الى قسمين، القانون والحق. المشرع يعني في المجتمع المغربي جل القوانين هي جات قوانين سواء طبيعيه او لا وضعيه، ولكن مازال كنعيشوا بتشريعات اللي يعني تحددات منذ ازمان، وكنرجعوا لكتب فقهيه اللي منذ ازمان، يعني الناس اللي هي في فقه القانون. اليوم الجريمه كتطور والجريمه الالكترونيه تطورت والاشكال ديالها تطورت، ولكن التشريع فيما يخص الجريمه الالكترونيه مازال نوعا ما يعني غير كافي يمكن نعتبروه، او غير مجدي. فكنشوفوا الناس مثلا، لانه هاد المساله اللي ترتيها بين قوسين بغي نطرح فيها السؤال، كنشوفوا عنف يمارس بشكل يومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يمكن انسان هاد اللايف هذا يمكن يطلع دابا واحد يسب ويعاير ما غتعرفوش فوكونت، يسب فيك ويعاير فيك كيف بغا، وانت ما قادرش انك ترد عليه او لا تتابعه او وغادي يخرج حاله يمشي بحالو لدارو، الدنيا هانيه ما كاين حتى شي مشكل، رغم انه ارتكب جريمه كيعاقب عليها القانون لانه سب وقذف. يمكن تعتبر يعني بعض مشاهد العنف اللي ربما كنا كنشوفوها من هادشي ديال الروتيني اليومي الى غير ذلك، كاين واحد النوع من تبخيص للمراه. ملي كنشوفوا مراه بلباس فاضح معين وكدير فيديوهات، هذا عرض، كتردي المراه سلعه، كتردي المراه تشيء للمراه، فهذا عنف من انواع العنف اللي كيتمارس على المراه، وما كاينش اطار قانوني ما ينظم. هناك يعني تسويق لتفاهه احيانا
لتفاهات باسم المراه. ربما كنشدوا المراه ما كنخليو دوك النساء اللي هما ناجحات اللي هما داروا مجموعه من الامور اللي كتخدم المجتمع اللي يمكن انهم يعطيو اضافه، وكنمشيو لبعض الظواهر اللي احيانا كتكون فيها واحد نوع من التفاهه ونعطيو صوره المراه بتفاهه او بتقليل من قيمتها، وهذا في حد ذاته عنف. ففين هو المشرع في وسط هذا الشيء؟ اه كنمتازوا بانه ربما متقدمين في الجانب التشريعي الواقعي الوضعي، ولكن الالكتروني صبح كيسبق الاقدام ديالنا باميال. للاسف يعني كاين فراغ تشريعي، وهذا هو اللي كان حنا كحركات حقوقيه كنا دائما كنقولوا بانه خص يكون عندنا قانون شامل اللي كيوفر الوقايه والحمايه وعدم اثلات العقاب وتعويض الضحايا. القانون او هذه التعديلات ديال القانون الجنائي اللي جات في اطار قانون 103/13 اعطتنا العنف الجسدي الاقتصادي النفسي الجنسي، ولكن للاسف كان الاقصاء ديال العنف القانوني وكان الاقصاء حتى ديال العنف السياسي. فهنا لابد من تدخل تشريعي وتكون واحد المراقبه على هذه المواقع، وانه انا كما قلت اعطيت بالعاني داك المثال ديال لاشي ديال الصين، لان خاص دخول تشريعي وخاص يعني قوانين تنظيميه باش يتفعل داك القانون اللي غادي يكون صادر عن التشريع في اطار التشريع كذلك من اجل حمايه ماشي غير المراه. راه لان ملي كتبخص الدور ديال المراه وكتبينها انها سلعه وانك بحال هادشي اللي ذكرتي من قبل، راه ماشي كتاثر غير في المراه، راه مثلا كتلقاي انسان اللي هو كامل العقليه وفهم راه تياخذ ليه هو ايجابي ويحيد ليه هو سلبي، ولكن راه هاد المواقع الالكترونيه وهاد الشيء ديال العلماء راه كيلحق يعني الاطفال ما تيفلتوش منه، هذا تيعطينا واحد التكوين دوك الاطفال لواحد المجتمع اللي حنا ما خصناش نكونوا هكا. خص تكون واحد المراقبه وتكون حتى كذلك المسؤوليه ديال الاباء ومسؤوليه ديال المدرسه تبين للاطفال ديالها بانه مثلا حتى حنا كنشوفوا دابا كنمشيو عند عائلاتنا كتلقى الدراري كلشي جالس واحد ما كيهضر معاه، كل واحد قابض التليفون وما عرفاش كيدير. خص تكون واحد المراقبه ويكون واحد التوقيت، لان كاينه الدراسه يمكن حنا اضطرينا اننا نتعاملوا بالهواتف والدراسه عن بعد لان كانت هذه الفتره ديال الكوفيد استوجبت ذلك، ولكن في نفس الوقت خص يكون تتبع ديال الوالدين ويكون تتبع ديال الاسره الى فعلا كنا نسعى باش يكون عندنا واحد المجتمع اللي هو متوازن. بالنسبه غنرجع بالنسبه للسيده اللي ضربها راجلها في اللايف، راه القانون في اطار الفصول ديال اللي نضافت القانون الجنائي في اطار قانون 103/13 راه تعاقب على هذه المساله ديال في اطار الفصل 447 واحد، في اطار الفصل 447 جوج، في اطار الفصل 447 ثلاثه، لان الفصل غادي نرجع ليه ديال 447 واحد كيقول لك يعاقبوا بالحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات وغرامه من 2000 الى 20,000 كل من قام عمدا وباي وسيله بما في ذلك الانظمه المعلوماتيه بالتقاط او تسجيل او بث او توزيع اقوال او معلومات صادره بشكل خاص او سري دون موافقه اصحابها. هاد السيده كانت فعلا كانت هي وياه كيهضروا وقابله انها تقدم مع اللايف، ولكن ما كانتش قابله انه يعني الصوره ديالها في اطار ممارسه العنف ديالها، وهي راه كانت كتقولها قالت لك انا كرامتي تهنت امام العالم كله. يعني هاد التهادير عندها اثار كبيره، لان ماشي بقات غير اطار الخصوصيه ديال العائله وانه كتكون ديك الوساطه اللي حتى هي عندها اثارها وكيتحل مشكلها هي رجعات. انا ما عرفتش لان هاد السيده كان سبق لها جات عندنا حنا الجمعيه وكان تم الاعتداء عليها بالسكين، ولكن تنازلت في الاخر ورجعات، وهي يعني العنف يتكرر طبيعي، يعني بحال هاد النساء ولفوا لحمهم مات على العصا، في حين العلاقه الزوجيه ماشي هي تبادل الضرب والجرح او لا الضرب من طرف الطرف لطرف اخر، وانما المساكنه والمعاشره بالتي هي احسن من اجل تربيه الاطفال ومن اجل تكوين اسره اخرى. ما الا استمرنا في هذا الجو، هذا الجو اللي شفناه اللي ماشي ديال المجتمع المغربي، زعما في الحقيقه كيضر في الخاطر انك تشوف بحال هذه المواقع هذه في الوقت اللي حنا كنا نسعى انها تكون مواقع بحال هادشي اللي كديروا نتوما اليوم، تكون مناقشه، يكون تحسيس، يكون تعريف بما هو العنف، التعريف كذلك بالاثار النفسيه باش الناس تمشي تعالج الا كانت مريضه. هادشي اللي بغينا في المواقع ديالنا، ماشي تجي تتصبن ضربيه ولا ما عرف شنو كدير وعريانه او لا، هي لها كامل الحريه في الشخص ديالها،
ولكن راه حنا مجتمع مغربي اللي عنده واحد يعني واحد الاخلاق وعنده واحد الطقوس ديالو وعنده الخصوصيه ديالو. فالحريه ماشي هي انني الحريه راه كتقف عند حدود الاخرين طبيعه الحال. الحريه ونهضروا على الحريه ونديروا اللي بغينا ونضربوا الاعراف والتقاليد ديالنا ونضربوا، بالعكس حنا مع الحريه ولكن في اطار احترام الاخر. إلا كنا فعلا كما قلت ناس عائلة مجتمع متوازن اللي تكون فيه يعني أخلاق وتكون فيه حقوق وواجبات على كل الأطراف ديال المجتمع اللي والأسرة خاصة اللي هي اللي كتعطينا المستقبل وتتعطينا أبناء والبنات ديال المستقبل. هو بصدق النقاش معكم ممتع جدا ولكن للأسف الوقت كيداهمنا. نبغي نرجع للالة حنان ختاما، شنو هي التوصيات اللي يمكن نخرجوا منها من هذا اللقاء؟ ربما رسائل اللي يمكن نوجهوها بطبيعة الحال في إطار هذا الموضوع هذا اللي عطانا مجموعة من الصور للأسف الاجتماعية، كاين إنجاز وجهاد بحظ وكاين للأسف صورة اللي هي سلبية من العنف ومن الإهانة لحق المرأة. اولا انا كنحيي هاد الخطوه اللي دارت هاد في هاد في القانون المغربي زعما في على مستوى مدينه فاس، يعني في الحقيقه بحال الا جات غير صدفه مي كمام خدمات القانون المغربي وخدمات بشكل او باخر يعني هذا الموضوع ديال العنف في شقه الايجابي من طبيعه الحال، لان العنف النفسي راه ما كيتمارش كاين غير في لافي كونجوغال، يعني بين في الحياه الزوجيه راه كيتمارس كيف ما عاد قلتي دابا يدخل غير شي واحد يسبك ويشتم وهذا راه عرف عنف نفسي غير في ما كيعرفك ما كتعرفيه، كيتمارس في الشركات، كيتمارس في ليزوزين، كيتمارس في وسائل النقل، كيتمارس في الشارع، كيتمارس يعني هذا العنف النفسي يعني راه خصنا في الحقيقه خص تكون بادره، وانا حباده لو يتم نقاشات اخرى. وكنحييكم على هاد وكنحييك بشكل شخصي لانك امتثلتي لهاد باش تناقشي هذا الموضوع، لان ما خصوش يدوز مرور الكرام كي تنقولوا، خصنا نقيموه وخصنا نعطيوه قيمته باش يعطي مثال للاشكال ديال العنف الاخرى وباش الناس تحرك في اماكن اخرى في المحكمه محاميين، يعني كيف ما قلت دابا جميع الفعاليات المجتمعيه خصها تحرك، لان ملي كنهضروا اليوم على العنف النفسي راه ما تنهضروش على المراه، نعاود نقولها تنهضروا على الراجل على المراه على المجتمع على المراهق على المراهقة على الرجل المسن على الناس المسنين كاع خلاص، هذوك واحد الفئة المجتمعية اللي مهمشة بشكل كبير وكتعيش واحد العنف النفسي داخل الأسر، راه واحد مجموعة ديال المواضيع سكينة، لان حنا مع الأسف كنمشيو مع ما هو باين ما هو ظاهر مع الأسف كما قالت الأستاذة العولمة والتكنولوجيا غات بواحد الشكل بشكل فظيع، والاستظهار والاكسبوزيسيون مشى معاها. علاش؟ لان كاين مشكل ديال الهستيريا، كاين ناس هستيريين، هادشي اللي خصنا نفهموا اليوم، راه ماشي اي واحد كينوض ويدير لايف، ماشي اي واحد كتجيه داك الجرأة ويستعرض مسائل خصوصيات ديالو، خصوصيات هاد بيت الناس ديالي، ها راه ماشي اي واحد، هادو ناس اللي عندهم معاناة نفسية، واليوم كنقولها وكنتحمل المسؤولية، ناس ما غادي ناس اللي ما عندهاش واحد الرسالة سامية، واحد الرسالة راقية باش توصلها للمجتمع، كتوصل روتينها اليومي. اذا شنو معنات هذا؟ يعني هذه ناس عندها حالات واضطرابات نفسية اللي كنسميوها من ضمن الاضطرابات باش ما نضخمش الحالات النفسية، الهستيريا الهستيريك. شنو علاش تيقلب الهستيريك؟ الهستيريك دائما تيبغي الانظار تتجه ليه، الناس يدويو عليه، الناس يلفو سو فيغ ماركي، يفو كو تو الموند بارل دو لوي. اذا هذا هو الهستيريك. اذا حنا اذا كنا اليوم كنصفقوا لهذا الشكل ديال انا ماشي كنبخص من يمكن بعد الاخوات ولا بعد الناس كيديروا دي فيديو تثقيفيه كيوصلوا شي حوايج، انا كنصفق ليهم وكنشجعهم بحالك دابا انت في اطار كصحفيه في اطار كفاعله جمعويه، ولكن الناس اللي ما عندها حتى شي علاقه بتوصيل واحد الرساله هادوك
كنبغي نوصل هذه الرساله وكنعاودها. هادو ناس كيعيشوا معاناه نفسيه هيستيريين، تيبغيو يفرغوا واحد الالام نفسيه، وهذيك هي لا استراتيجي اللي لقاو. ومع الاسف لقاو لان الحق، لان كاين واحد الفراغ كي قالت الاستاذه، كاين فراغ تثقيفي، كاين فراغ توعوي، كاين فراغ فكري مع الاسف. وما كاينش ردع قانوني، لان كان ردع قانوني حتى هذاك المضطرب النفسي اللي انا ما نبغيش يعني يتعاقب، نبغيه يتعالج، ولكن واخا كاخصائي نفسي وكنشوف هاد الميوعه اللي وصلنا ليها وكنشوف هاد المستوى المنحط، مع الاسف كنقول هاد الهضره وهذا الواقع. انا كنشوف راجل كيسلخ مراته اون لايف وعادي وموقع والو، ما تخدتش واحد التدابير يعني في اطار قانوني، وواحد الردع وواحد وتكون واحد الحمله اعلاميه. هاد اللي دار هذا في اطار القانون ديال 113 اللي يكون واحد التطبيق ديال القانون. اذا هنا كنبخصوا من 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 العلاج النفسي، كنبخصوا حتى من العلاج النفسي. علاش؟ لان ما عطيناش داك هاد الاخصائي ولا هاد التخصص، ما عطيناهش القيمه ديالو. اليوم نبغي نقول لك سكينة، المجتمع المغربي اصبح في حاجه ملحه للاخصائي النفسي وللمعالجه النفسيه في جميع المجالات، في الوطيلات، في الوزينات، في المدارس. واليوم يمكن كاين واحد الفئه رافضه، ولكن رحنا غنوصلوا ليها وغنوليو راه اوروبا كل شيء فين ما مشيتي كتلقاي دي بسيكولوج، لان لو بسيكولوج كي يساي دو كري واحد لاتموسفير اللي فيه معالجه نفسيه، فيه مساءله نفسيه بعدا، فيه مساءله الذات، وفيه البحث عن مشكل في لو بروفون. باش وكي قالت الاستاذه هذا الشيء كيخلينا نربحوا الوقت، وكيخلينا كنوفروا على راسنا على الدوله واحد التكاليف مهوله بالمعالجه النفسيه. نعم هذا يسالك. الله يعطيك الصحه، وما عندي ما نسالك، وشكرا جزيلا لك على هذه الرساله المباشره اللي كنتمنى انها توصل، لانه فعلا احنا محتاجين للدعم النفسي اليوم، بغينا ولا كرهنا كل واحد فينا محتاج للدعم النفسي. استاذه فتيحه، ختاما شنو هي الرساله اللي يمكن لك تقولي لنا؟ اللي نبغي ناكد عليه هو انه يجب مراجعه القانون الجنائي وملائمة الدستور والاتفاقيات الدوليه، وكذلك تعميم الاحكام القضائيه مثل هذا الحكم هذا، باش يستافدوا منه كاع الناس اللي كيشتغلوا في اطار العداله. وكذلك ان القانون خصو يدخل قبل وقوع الضرر، لان هاد 113 وخرج راه ما كيدخل حتى كيزيد الدم، يعني حتى كيكون الاثار حتى كيكون، في حين حنا كنقولوا الوقايه، لان الوقايه اكثر من العلاج. اذا كانت الوقايه ما غنوصلوش لهاد المسائل هذه. كذلك خاص التكوين والتكوين المستمر ديال القضاة وديال المحامون ديال المفوضين، كل حتى الناس اللي كيشتغلوا في الخلايا ديال العنف، كذلك الاطباء، وكذلك التعميم والتحسيس بالقانون القوانين ديال العنف، كذلك المراجعه او ديال التعريف ديال التحرش بانه انتهاك لحقوق النساء، وكذلك اعاده النظر في التعاريف لانها غير كافيه، لان كاين هناك يعني عنف قانوني اللي كيتعلق بتزويج القاصرات، وهذا كذلك له اثار على المجتمع اللي من ضمنها كندخلوا كذلك تأدي بنا العنف الممارس عليهن، واللي كيتلحق كذلك بالأطفال ديالهم. حان الوقت باش يكون عندنا واحد قانون إطار، قانون شامل كيوفر الوقاية والحماية والزجر وعدم الإفلات من العقاب. وخص كذلك كما أشارت الدكتورة يعني تفعيل تدابير الحماية اللي نص عليها القانون، يعني مهما كانت بعض المسائل هي إيجابية بحال تدابير الحماية، واللي كاينة واحد المجموعة المحاكم اللي كتاخذ فيها بحال الإبعاد ديال المعنف، وكذلك المعالجة ديال سواء المعنف أو المعنفة، وهذه كلها تدابير اللي عندها يعني آثار ديالها إيجابية يجب تفعيلها. والاكثر من ذلك اللي نسعى له اننا كنتمناه انه حتى في الجامعات حتى في المدارس يكون التحسيس بالقوانين والتعريف باش المعاني ديال العنف والاثار ديالو، لان المدرسه هي اللي كياخذ فيها التلميذ يعني وكيحفظ فيها واحد المجموعه المعلومات اللي كتعلق، وكذلك في البيوت الاعلام
اللي عنده واحد الدور كبير، خط البرامج ديالنا التلفزيه سواء في دوزان سواء في اذاعه الوطن، جميع الاذاعات انها تكون عندها واحد الدور اللي هو تحسيسي، والتربيه على الذكوريه الايجابيه كما قلت، وتكون عندنا استراتيجيه واضحه لنشر ثقافه المساواه. وشكرا لك على هذا البرنامج اللي كنحييك عليه، لانه فعلا يؤدي واحد الرساله اللي احنا محتاجينها في جميع المنازل المغربيه وبالنسبه لجميع الاسر المغربيه، حتى نحد أو على الأقل نقلل من هذه الظاهرة العنف اللي هي ظاهرة عالمية واللي كتنخر المجتمع ومكلفة للدولة. شكر كل شكر لكم للاختي، شكرا جزيلا، وكنت سعيدة بالحضور ديالي معكم لأول مرة. الله يطول عمرك، الله يختك، شرفتينا ونورتينا. بطبيعة الحال كانت معنا الأستاذة فتيحة الشاتو، محامية بهيئة الرباط، عضوة بالمكتب التنفيذي بفيدرالية رابطة حقوق النساء. شكرا لكم على هذه الدردشة الطيبة. أيضا كانت حاضرة معنا أستاذة حنان الشاوي، أخصائية نفسانية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الطيبة. شكرا لكم جزيلا، دائما نقاش مثمر برفقتكم، الله يختكم، وتحية كبيرة لكم. ختاما مشاهدينا، تطبيعنا مع العنف هو في حد ذاته جريمة. جريمة أنك تشوف بعينيك وما تغيرش واحد الحاجة اللي في إمكانك أنك تغيرها. جريمة أنك تشوف إنسانك تعنف قدامك، أو لا طفل أو لا مسن أو لا مسنة أو لا رجل كيتعنف قدامك، وما تبادرش بأنك تقوم بمبادرة إنسانية توعوية وقانونية، وأحيانا حتى يكون تدخل علاش لا، اللي يمكن أنك تحمي فيه طرف اللي هو ضعيف في هذه الحلقة هذه. للأسف اليوم صبحنا كنصفقوا للمعنف وكنعتوه بالرجولة وبالقوة وبالقدرة على أنه يتحكم في الأمور دياله. للأسف اليوم بعد ما كنا في واحد المجتمع اللي كيحافظ على الخصوصية دياله، صبحات الأهمية بالنسبة لنا نفضحوا الخصوصية ديالنا بغرض البوز والإشهار، وأنه نقترب أكثر الشريحة ديال المتتبعين. للأسف حتى هما في التناية ديال النفسية ديالهم تيحملوا مشاهد من العنف وتيضخموها وتيشجعوها وتيفرحوا بها وتيكدسوها في اللاوعي ديالهم، اللي يمكن غدا عاود حتى هما غادي يمارسوها بنفس الصورة ويمكن يكون أقبح. اليوم جا الوقت باش نقولوا بركة. أنا كامرة وانت كرجل، من حقي ومن حقك أننا نتعاملوا بنفس المعاملة وتكون علاقتنا مبنية على المساواة. انت كرجل وانا كامرأة عندنا حق أننا نخرجوا للشارع بزوج ونتعاملوا في الشارع بزوج ويكون بيناتنا الاحترام والتقدير. انت كرجل وانا كامرأة من حقنا بزوج أنه نكونوا كنحترموا بعضياتنا ونحترموا خصوصيات بعضياتنا، نحترموا الواجبات تجاه بعضياتنا، ونحترم أيضا ما هو من حق كل واحد فينا. كيظهر لي بأنه اليوم وصلنا لواحد المرحلة اللي باركة صافي ستوب. باركة ما نشوفوا مشاهد اللي كتكدس الواقع مرير والصورة وحشية اللي احنا اليوم أصبحنا في غنى عنها. وكيظهر لي بأنه وحنا كنطوروا بالتفاهة نطوروا حتى ما هو إيجابي، وننقيوا العقلية ديال الأجيال اللي هي طالعة والأجيال اللي هي جاية اللي كتفكر بهذه الصورة البشعة، وكتشوف بأن قوة الرجل فأنه يسيطر ويقهر امرأة. شكرا جزيلا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، أعود وألقاكم الأسبوع المقبل. كنشكر هشام أبو زروال، دمتم في رعاية الله، تصبحون على أمل جديد، وإلى اللقاء.